طيب في سؤال آخر. السؤال الثاني الله يوفقنا وياك، هل الوالد في ذمة ابنه؟ ومثلا الابن فيه دين وكذا والوالد يفعل المعاصي والأمور اللي ما ترضي الله، مع أن الولد ينصح والده كم مرة وزي كذا. طيب هل الوالد يعني في ذمة ابنه وسلامة نعم. سؤاله الآخر يقول هل الوالد في ذمة ابنه إذا كان الابن ينصح والده على عن ترك المعاصي وما إلى ذلك؟ نعم، النبي صلى الله عليه وسلم قال من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. والوالد أولى أن تنصح وأن تنكر عليه باللطف والحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتي هي أحسن، هو أولى الناس بأن تنصحه. هذا إبراهيم عليه السلام أول ما بدأ بأبيه، أول ما بدأ بالنصيحة بأبيه، وأطال معه الجدال لحرصه على هدايته، وله حق عليه على ابنه. فأنت عليك بالرفق في أبيك ولا تترك المناصحة معه، وداوم عليه ورغبه في الخير ونفره من الشر، وإذا كان يقرأ اهدي له كتب أو سمعه أشرطة من الأشرطة الطيبة الصادرة من أهل العلم، لعل الله أن يهديه. نعم.